بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي في محاضرة الأسبوع الثاني، والتي سوف نتحدث فيها إن شاء الله عن لمحة عامة في نظام التعليم الفنلندي. في البداية أشكركم جزيل الشكر إخواني وأخواتي على تفاعلكم الثري في محاضرة الأسبوع الأول، وأتمنى منكم الاستمرار في هذا النشاط والمشاركة. كما أشكر كل من قام بتسليم المهمة الأولى، وأتمنى كذلك من باقي المشتركين والمشتركات تسليم هذه المهمة إن أسعفهم الوقت وقبل أن تتراكم المهام عليهم، لأن مثل ما ذكرت في المحاضرة السابقة، بالنسبة للي سأل عن الشهادة، مثل ما ذكرت لكم، نعم توجد شهادة، ولكن للحصول عليها في هذا المقرر فعليكم إتمام 60% من المهام كحد أدنى، فوفقكم الله ورعاكم. مثل ما نشوف الآن معكم خلال هذه الصفحة، هذه بالنسبة لمهمة الأسبوع الماضي، وهذه هي إجاباتكم الإبداعية الموجودة على شكل سحابة الكلمات. طبعا نجد من خلالها أن أكثر القيم اللي تشاركتم فيها هي الصدق، التعاون، والثقة بالنفس. طبعا أيضا هي تكررت هذه القيم، ولكن مثل ما ذكرت لكم أن البعض منكم قام بإرسال 3 قيم مرة واحدة، ولكن المرة القادمة لكي نحصل على إجابات وطريقة أفضل تعطينا إحصاء أكثر يعني بنفس اللي هو مشاركاتكم، أتمنى أن كل إجابة ترسل يعني على حدة. فمثلا بالنسبة للي كتب هنا صدق، طموح، واحترام، بدل ما يرسلها مرة واحدة فيعمل على إرسالها 3 مرات. وأنا أتحت لكم هذه الخاصية، استخدمت خاصية العصف الذهني، فبإمكانكم ترسلوا أكبر عدد من الكلمات، ولكن أفضل أن تتقيدوا بالثلاث مثلا أو الأربع أو بالعدد المحدد في كل مرة نطلبها منكم. فبالنسبة لي الصدق والتعاون والثقة بالنفس، مثل ما ذكرت لكم أنا أيدكم في ذلك، بالرغم أننا من المفترض وكوننا مسلمين فديننا الإسلامي يحثنا كثيرا على امتلاك تلك القيم العظيمة. ونجد آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحثنا على التحلي بهذه القيم. طبعا ليس فقط حديثي عن الصدق والتعاون والثقة بالنفس، ولكن عن بقية اللي هو القيم اللي أنتو ذكرتوها، كلها جميلة. القيم المجتمعية، قبول الآخر، التسامح، حب التعلم، الإتقان، والأمانة، واحترام الآخرين، كل اللي ذكرتوها هذه قيم جميلة جدا، ففعلا نتمنى أن تغرس في أبنائنا وفي طلابنا في المدارس. ولكن من وجهة نظري، لكي نستطيع دائما كمعلمين ومربين أن نغرس قيمة ما، فيجب علينا أولا أن نمتلكها لنكون قدوة. ففاقد الشيء لا يعطيه كما نعلم، فلا يمكن أن نغرس مثلا قيمة الصدق في أبنائنا الطلاب ونحن نقوم بعكس ذلك. فالفكرة الأساسية واللي أيضا وجدتها هناك، لكي نغرس قيمة ما يجب علينا أن نكون متحلين بتلك القيمة، يجد فيها أبنائنا، يجد فيها طلابنا،
نحن فعلا كمعلمين وكمربين أننا نمتلك هذه القيمة، فبالتالي هي راح تنتقل إليهم. ولكن إن فقط قمنا بتدريسهم عن أهمية هذه القيمة، أو تعليمهم مثلا ما معنى هذه القيمة وما هي الأحاديث وما هي الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم مثلا عن تلك القيمة وأهميتها، فنحن المطلوب منا أن نمتلك تلك القيمة لكي نكون قدوة بشكل عام للطلاب. فهذا بالنسبة لمهمة الأسبوع الماضي، فأشكركم مرة أخرى على تفاعلكم وعلى إرسالكم لتلك القيم والإجابات الإبداعية.